قالوا الأهلي وقع، وهم عمرهم ما عرفوا الأهلي ولا قيمة الأهلي. قالوا الأهلي بيخسر، وهم مش عارفين يعدوا عدد بطولاته وإنجازاته. قالوا الأهلي ما بيردش، فرد الكابتن محمود الخطيب على كل التساؤلات بدون تجريح أو سب. قالوا قطاع الناشئين فاشل علشان ما طلعش لعيبة الفريق الأول، فجه الرد سريع في الملعب. قالوا ما عندناش مواهب، فتألق زياد طارق وأحمد سيد غريب ومحمد أشرف وغيرهم. هم هيفضلوا يقولوا، وإحنا هنفضل نشتغل، هنفضل نحب الأهلي ونجتهد من أجل الأهلي. هيفضلوا يتكلموا، وإحنا نخطط للمستقبل علشان نعدي أي عقبة صعبة ونرجع تاني نكتسح كل البطولات. النهاردة حابب أبدأ حلقتنا النهاردة بصوت المعلق المميز المحترم الكابتن محمد الكواليني، وقال إيه عن الأهلي. خلونا نسمع. في الشدة أنا برضو ظهره، أنا ليه درع الأمان، هفضل واقف في الصف لآخر الزمان. أنا الأهلي، أنا الماضي، أنا الحاضر، أنا المستقبل، أنا المارد الأحمر، أنا نادي الوطنية، أنا أعظم نادي في الكون. ده كلام المعلق المحترم المميز الكابتن محمد الكواليني اللي ما يختلفش عليه حد. لما بيعلق على أي مباراة لأي تيشيرت أو أي لون بيكون دايما محايد، الفريق المميز بيديله حقه في الملعب. أنا بقول الكلام ده ليه؟ الكلام ده رسالتي للمعلق الخبيث. المعلق إيه؟ المعلق الخبيث اللي بقول هنا في قناة الأهلي، استحالة طول ما جمهور النادي الأهلي موجود عمرك ما هتعلق على مباراة يكون فيها طرف النادي الأهلي، إن جمهور النادي الأهلي رفضك. المعلق الخبيث اللي دايما حتى في نجاحات الأهلي، لما كان النادي الأهلي بيلعب في كأس العالم للأندية وهو بيلعب الدحيل القطري أو بيلعب الهلال السعودي، كان دايما بيطلع يشكك في قدرات لعيب الأهلي وإن النادي الأهلي ممكن يفوز. لما النادي الأهلي تعثر شوية أو فقد بطولة، طلع وكتب على صفحته أو نادى برحيل مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب، خاصة الكابتن محمود الخطيب، كتب كده على صفحته مجرد النادي الأهلي فقد بطولة وتناسى أو كان أعمى في كل البطولات النادي الأهلي خدها. هو ده المعلق الخبيث اللي دايما بيزيف الحقائق والتاريخ. حتى لما جمهور النادي الأهلي في المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري وقبل المباراة، جمهور النادي الأهلي العظيم هو كان بيحيي لعيبة النادي الأهلي قبل المباراة، وكان بيحيي تحية خاصة للكابتن محمود الخطيب. حتى في الواقعة دي برضو كان بيزيف الحقائق، لكن الحقائق هتفضل موجودة. تعالوا نسمع جمهور النادي الأهلي في المباراة السابقة وقبل كده قالوا إيه عن الكابتن محمود الخطيب. جمهور النادي الأهلي للكابتن محمود الخطيب، جمهور النادي الأهلي الواعي، جمهور النادي الأهلي العظيم اللي دايما مساند للاعبته ومساند لإدارته، وفي يوم من الأيام عمر جمهور النادي الأهلي ما يشكك في لاعبته ولا إدارته، عارف إنها على قلب رجل واحد. الهتاف للكابتن محمود الخطيب ما كانش هتاف في مباراة الاتحاد، لا، تعالوا نرجع بيكم للماضي تاني في كأس العالم للأندية اللي كانت مقامة في الدوحة. شوفوا استقبال أيضا جمهور النادي الأهلي في مطار الدوحة للكابتن محمود الخطيب، ونرجع لحضراتكم تاني. Thank you.
افضل رد على المعلق الخبيث؟ المعلق الخبيث اللي انا هنا من قناه النادي الاهلي بقول له عمرك ما هتنول شرف انك تعلق على مباراه يكون فيها النادي الاهلي طرف.